السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سنتعرف على طريقة الحصول على كرة بيما أو كذلك التيشيرت الخاص بهذه الشركة من خلال الطريقة التي سأشرحها إن شاء الله في هذا الفيديو. إذا كل ما عليكم إخواني الكرام إلا بمتابعة هذا الفيديو التوضيحي. إذا مرحبا بك أخي كريم، كما ستلاحظ فهذه هي الكرة التي ستوصل بها. إذا لقد توصل بها العديد من الإخوان على اليوتيوب وكذلك بعض الإخوان الأجانب إلى منزلهم في الأدرس الخاصة بهم من شركة بيما. بطبيعة الحال نبدأ على بركة الله للتعرف على طريقة التوصل بهذه الكرة وكذلك التيشيرت. إذا كل ما عليكم إخواني الكرام إلا بالدخول إلى موقع بيما الرسمي، ثم بعد ذلك تضغطون على كونكشن، ثم تقومون بإملاء البيانات الشخصية الخاصة بكم عبر التسجيل إن كان لديك حساب مسابقا، فيمكنك الضغط على كونيكسيون والدخول بحسابك مباشرة عبر ديجا كليون، يعني إدخال الإيميل والباسورد، وهنا كري أن كونت. إذا هنا تدخل الاسم الأول والاسم الثاني والإيميل وكذلك إعادة كتابة الإيميل والباسورد وإعادة كتابة الباسورد، ثم تضغط على أبليكي. إذا سهل التسجيل، ثم بعد عملية التسجيل تصبح باني كما تشاهدون أحبتي في الله. أترك لكم كذلك رابط مراسلة الدعم الفني لشركة بيما، ثم في الخانة الأولى تضع الاسم وكذلك في الخانة الثانية تضع النسب بالإضافة إلى الإيميل وكذلك كتابة رقم الهاتف الخاص بك، وفي هذه الخانة الخاصة بالأوردر نمبر تتركها فارغة، وهنا تضع اوردر، هنا في هذا الخيار تضع في مي كيستيون اوردر، ثم هنا الرسالة التي سترسلها للموقع. مرحبا، انا اسمي رشيد من المغرب، احببت الشركة الخاصة بكم واريد الحصول على كرة وكذلك التيشيرت، وهنا الادرس الخاص بك، وهنا المدينة التي تقطن بها، هنا الزيب كود او الكود بوصل الخاص بك، وهنا الكونتري الدولة التي تقطن بها، هنا الفون نمبر الرقم الهاتفي الخاص بك. بعد املاء هذه البيانات تضغط على انفوي ويتم ارسال طلبك بطبيعه الحال وتتوصل لقد تم ارسال طلبك بنجاح. ستتوصل برساله في ايميل الخاص بك كما تشاهدون نوربلي، فلقد تم التوصل يعني الرساله من الدعم الفني، وسيتم ارسال لك الامور ان شاء الله في اقرب وقت، ولقد تم اعلامك انه ستتلقى من مزيد من المعلومات ان شاء الله. وهذه هي الطريقه التي شرحناها بطبيعه الحال. اشكركم دائما على طيب المتابعة. لا تنسوا زيارتنا على صفحتنا على الفيسبوك fb.com/prismainfo والضغط على لايك وكذلك فوا اون بريمير، بالإضافة إلى زيارة مدونتنا عبر الرابط www.prisma.com، وكذلك الاشتراك بقناتنا الجديدة والانضمام إلى أزيد من 5145 مشترك. أراكم إن شاء الله في مواعيد أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.